أسعد الله صباحكم ويا مرحبا بكم مشاهدينا في أولى حلقات برنامجكم استوديو الظفرة اللي بنطل فيه عليكم يوميا من الأحد للخميس بثلاث فترات باليوم. أول هالفترة الصباحية من الساعة 11 لين الساعة 11:30 وبنرافقكم فيها بباقة من الفقرات المتنوعة من مواضيع صحية وأزياء وموضة وطبخ ولايف ستايل وغيرها الكثير، وبنقدم لكم لتبدأوا يومكم معنا بحيوية وابتسامة وإيجابية. أما فترة بعد الظهر فبنكون وياكم من الساعة 7:30 لين الساعة 8 في استوديو الظفرة مع أهم الأخبار المحلية والفعاليات وأخبار أهم الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وفترة المساء بتكون من الساعة 8 لين الساعة 9 وبنلتقيكم مع مواضيع ثقافية وفنية وتراثية وفكرية، وبعد بنتعرف على قصص وتجارب نجاح لأشخاص تميزوا وأبدعوا في مجالات مختلفة، وأكيد للتكنولوجيا والشباب حصة في برنامجنا المسائي. ومباشرة بنعرفكم بعناوين فقراتنا لهذه الحلقة. العناية بالفم والأسنان، الوقاية خير من قنطار علاج. القفطان المغربي، لمسات فنية بروح عصرية. الفتة باللحم وجبة سهلة في التحضير وغنية بالبروتين. تمارين يومية بسيطة تجعلك رشيقة وتخلصك من الترهلات والسلولايت. في أولى حلقاتنا وأول إطلالة لنا اخترنا لكم الموضوع اللي يهمكم أيضاً في إطلالتكم، وهو ابتسامتكم وصحة الأسنان وأهمية العناية بالفم. ثبت نحافظ على ابتسامة جميلة تكون هي عنوان تواصلنا ويا الآخرين في الحياة. وللحديث عن هالموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور أسامة علوي، أخصائي طب الفم والأسنان واستشاري تعويضات سنية وتأهيل الابتسامة. لكن بعد ما نشوف هالتقرير وياكم نتابع. الكل يتمنى يكون عنده ابتسامة جميلة، لكن ما شيء يجي بالساهل مثل ما يقولون، وكل شيء نحتاج نحققه لازم نتعب شوي عشان نحصله ونفرح فيه. والابتسامة الجميلة ما تحتاج لكثير من التعب والجهد، لكن تحتاج لعناية واهتمام مستمر بالفم والأسنان. كثير منا يفكر انه يعرف كيف يهتم باسنانه، لكن الحقيقه في وايد ناس يقولون انه نحن ننظف اسنانه 3 مرات باليوم، ولكن للاسف نحصل تسوس. فما هو السبب وكيف تكون الطريقه الامثل والافضل للعنايه بالفم والاسنان؟ هذا اللي بنعرفه ويا ضيفنا في الاستوديو الدكتور اسامه علوي، اخصائي طب الفم والاسنان واستشاري تعويضات سنيه وتاهيل الابتسامه. يا مرحبا بك دكتور اسامه. يعطيكم العافيه، شكرا لاستضافتكم. وبيقولوا اذا العيون هي نافذه الروح فالابتسامه هي باب الدخول لها، فابتسامتك وابتسام كل فريق العمل ما بيقولوا بتريح الجو، بيخلي الشخص ان شاء الله يعطي معلومه مفيده، وبنفس الوقت تكون بتحمس الشخص ليهتم اكثر بصحه اسنانه وصحه ابتسامته. وانت شرفتنا بابتسامتك، وبما اننا نتكلم عن الابتسامه مع السؤال الاول، اذا نبى نعرف ان صحه الاسنان هل هي مكمل ام اساس لصحه الفم؟ هلا بدي اتشكرك على السؤال صراحه. اليوم موضوع
صحة الفم والأسنان مهم كثير، لأن اليوم صار في شيء مثبت علاقة بعض أمراض الأسنان واللثة بأمراض الجسم ككل. اليوم بعض التهابات اللثة العلاقة مباشرة بأمراض السكري، بالتهاب شغاب القلب، عم نحكي اليوم عن الروماتيزم، هي صارت مثبتة بطريقة عكسية. يعني اللي عندنا مشاكل باللثة والأسنان ممكن تؤدي، وبنفس الوقت وقت بيكون في عندي مثلا سكري لازم كثير اليوم انتبه على هي القصة. فهذا صار شيء مثبوت منه، يعني ما فينا نحن اليوم نقول أنا بس عندي مشاكل بالأسنان يلا بقصر فيها. بعض خراجات الموجودة بالأسنان وبالعظم أحيانا إذا بنعمل بعض التحاليل بيبان مباشرة إنه هذا الجراثيم عم تمشي بطريق الدم كله. فاليوم لازم كثير نأكد على موضوع العناية بصحة الفم والأسنان وعلى موضوع الوقاية مشان تخلينا، لأنه بجسم الإنسان الألم هو بداية المشكلة، أحيانا بالأسنان الألم هو بيكون نهاية المشكلة. فلهيك نحن بنطلب، طبعا نحن ما لنا كثير محبوبين كأطباء أسنان، بس نطلب من الجميع إنه يجوا لعنا كل 6 أشهر لنعمل هالتشيك أب الدوري لحتى نلحق إذا في عنا مشكلة نلحق نحلها من بدايتها. صحيح دكتور، مثل ما قلت في وايد ناس يتكاسلون أو حتى ممكن يخافون من طبيب الأسنان، فكيف ممكن أن المريض يعرف أن هالمشكلة اللي هو يواجهها أصبحت حالة مرضية تستحق العناية وممكن تكون مؤشر أو تؤدي إلى خطر لصحة الجسم بالكامل؟ أكيد. هلأ نحن اليوم في شغلتين مهمين، نحن اليوم عندنا الأسنان وعندنا لسة، يعني صحة الاثنين اليوم بالتفريش الدوري، وهلأ بنحكي شوي عنه بنحافظ عليهم، بس اليوم الزيارة الدورية حتى لو ما عم نشعر بأي مشكلة، من هذا اللي عم كنت حاول أني أكد عليه، نحن اليوم بدون أي عرض لازم كل 6 أشهر لسنة نروح عن طبيب الأسنان لنعمل أول شيء التنظيف الأساسي اللي بيعملوا أطباء الأسنان للسة، لحتى نحن نشيل هالقلح أو الجير اللي بنسميه بين اللسة والأسنان، وهذا ما بينشال إلا بأدوات طبيب الأسنان، وبنفس الوقت نعمل هالأشعة البسيطة للأسنان أو الفحص الدوري، لأنه النخر إذا كان طول ما هو بالبداية بطبقة المينا ما بنحس فيه ولا بنحس بأي ألم. مفهوم الألم نسبي، في أشخاص بيكون عندهم تسوس وصل للعاج ولح يوصل للعصب كما بنقوله أحيانا باللغة المحكية وما بيكون عنده ألم. فأول شغلة هي الزيارة الدورية. عنايتنا نحن اليوم بالبيت والعناية الأساسية هذا أمر وارد، ما فينا اليوم نحن نعزي هي أو هي، يعني لازم الاثنين يمشوا سوا. طبيب الأسنان هو الأكفى أنه يخبر الشخص شو معجون الأسنان الأفضل له، لأنه مثل ما بنشوف في خيارات كثير، شو الفرشاية المستخدمة، لحتى نوصل دائما الشخص لابتسامة سليمة وصحية. مثل ما قلت دكتور أن الخيارات أصبحت يعني مختلفة ومتنوعة وعديدة، وأصبح المستهلك محتار في اختيار أي فرشاة، عندك فرشات الأسنان للثة لللسان، خطوات بسيطة، شو هي الفرشاة المناسبة؟ شو هي الفرشاة المناسبة للسان؟ وشو هي المعجون المناسب؟ لأن في وايد بعد، في عنا نكهات مختلفة، في عنا أنواع مختلفة، شو الطريقة المثلى والأنسب في اختيار المنتوجات المناسبة لصحة أسناننا؟ تمام. هلأ اليوم بس جواباً لهذا السؤال لازم بس نشرح بشكل عام ميكانيزم النخر أو كيف بيصير النخر. أغلب مشكلة والمشكلة الأساسية اللي هي بالأسنان هي نخر الأسنان، مشاكل اللسة والتهابات هي جراثيم كمان موجودة بتأثر على اللسة. لحتى يصير هذا التسوس اللي هي جراثيم نسميها نحن جزافة النخر، لازم يكون في عنا 4 أشياء. لازم يكون مكان عايش عليه الجراثيم اللي هو السن، لازم يكون الجراثيم نفسها فيزيكلي موجودة، لازم يكون طعام تتغذى عليها الجراثيم، وبيئة تعيش فيها. نحن هاي السلسلة إذا كسرناها بأي طريقة فبيوقف فعل النخر. إذا قلعنا السن وحطيناه برا أكيد ما بيسوي فيه تسوس، وهذا ما بدنا نعمله، بدنا أسنانكم بفمكم تستفادوا منها بالصحة وباللفظ وبالنطق. هلأ إذا كسرنا الثلاثة البقيان، بمعنى أنا التفريش بشيل الجراثيم فيزيائيا بحاول شيله، اليوم معجون الأسنان دوره على المواد خلينا نقول الطبية اللي موجودة فيه لحتى تخفف من pH اللعاب، اللي بمعنى خلينا نقول البيئة اللي عايشة فيها الجراثيم، وبنفس الوقت ما يصفى ولا بقايا طعام. هلا اليوم الموضوع بشكل عام انا بهمني بس اهم شغله انه احنا ندور على معجون الاسنان المعترف فيه عالميا، يعني بمعنى يكفي انه نحن نكون عم نشتري هذا معجون الاسنان من اي صيدليه او مكان منفذ بيع بدوله الامارات، لنحن نكون مؤكدين انه هذا مارق على هيئات الصحيه ويكون معترف عليه. انا بخاف كثير من المعاجين اللي ممكن نلاقيها على السوشيال ميديا ونطلبها اونلاين، هدول ممكن ما يكون معترف فيهم، لانه في كثير شيء دعايات بتنعمل مبيض انا بخليني افضل اول شيء انه اطمن انه المعجون موافق عليه عالميا. هلا برجع لموضوع طبيب الاسنان، لانه احيانا في بعض المعاجين بيكون موجه اكثر لمشاكل اللثه، بيكون فيها مواد مطهره اكثر لالتهابات اللثه، في بعض الاشخاص اللي عندهم حساسيه زائده، في بعض معجين الاسنان فيها مثلا نترات بوتاسيوم بتقلل الحساسيه، في بعض معجين الاسنان خاصه للاطفال اكيد اليوم فيها نكهات مختلفه.
اي معجون اسنان في فلورايد نسبه مضمونه وبماركه معروفه بدوله الامارات كافي. فرشاية الاسنان في ملاحظتين بس، انه ما يكون الراس كثير كبير، ونحاول دائما نبلش بفرشاية ناعمه او وسط اذا طبيبنا قالنا. ابدا ما بدنا فرشاية خشني، لانه في انواع في قساوات ابدا ما بدنا اياها. وناكد على موضوع التنظيف بالخيط، هذا هيك بنكون لمينا كل الوقايه. واكيد تفريش لسان، انه في بعض الجراثيم بتتعلق على لسانك. إذا دكتور أسامة، اللي فهمناه أنه لازم غير أن نعتني في البيت بعد أن نسير عند عيادة الدكتور، هذا شيء جدا مهم، وأن نحن بعد ما نهمل المشاكل ممكن تكون موجودة، لأن ممكن تؤدي إلى حالات خطرة. شكرا دكتور أسامة، وإن شاء الله بنشوفك بعد في حلقات مقبلة. أكيد شكرا لكم، وبدي أتشكر البرنامج اللطيف قناة الظفرة تحتيها الفرصة لحتى نوصل المعلومة، لأنه أحيانا جزء من التوعية برامج اللطيفة اللي بتعملوها لتوصل المعلومة مباشرة للمشاهدين. شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا مستمرين معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير اتريونا. بعد الفاصل، القفطان المغربي لمسات فنية بروح عصرية، الفتة باللحم وجبة سهلة التحضير وغنية بالبروتين. فاصل قصير ونواصل. الموضة يعني الأناقة والجمال، وما أعتقد أن هناك سيدة ما تهتم بمظهرها ولا بآخر صيحات الموضة في وقتنا الحالي. اليوم سلطنا الضوء على اسم برز في عالم الأزياء، وبالأخص القفاطين المغربية اللي تعد من القطع الهامة في خزانة أي سيدة أتوقع. مصممتنا الإماراتية عزة محمد اختارت بأن يكون لها بصمة مختلفة في القفاطين، لأنها طورت فيها بطريقة عصرية لكن حافظت فيه على شكلها التقليدي المتعارف عليه. خلونا نتعرف عليها أكثر ونشوف بعد من تصاميمها، نتابع. اخترت اللاين القفاطين لان انا احب هالشغله، واحب اشوف البنات كيف يلبسن، وكيف انا يعني حاولت اني اطور من القفطان المغربي. اختار يعني من بين يعني ثقافتين، اللي هي التقليدي واللي هي العصري حاليا. فانا حاولت ادخل، ما خليتها مغربي قفطان، خليتها مغربي، فحاولت اني ادخل عليه قصات، حاولت ادخل عليه قطع ثانيه، انه بحيث انه اضاهي الموضه العالميه حاليا. هاي شغلي انا، شغلي يعني حبيته وابدعت فيه ما شاء الله. الحين حتى البنات مثلا، في عندي مذيعات، في عندي بنات مشهورات مشاهير لبسن من دار ابريز، وهالشيء يشرفني ويسعدني اني انا البس هالمجموعة. هاي اللبسة عبارة عن قطعتين تكشيطة المغربية، لون تيفاني، شفته لون حلو، وليس كله مشغول، كله شغل باليد. شفت ان الموضة الأزياء العالمية تستعمل الريش، فأنا حبيت أن حتى القفطان ندخل فيه طابع عالمي. هاي اللبسة عبارة عن قطعتين، تحت فستان كات وفوق كيب. مش اخترت هالموديل عسب أن يعني في بنات يلبسون أكثر شيء يعني خفيف، يبون شيء خفيف في نفس الوقت راقي. خطي معروف، والكل مصممة خطها معروف، بحيث ان انت تشوفين حتى لو في عزيمة، انك انت في عزيمة وتشفتي وحدة لابسة، ان بتعرفين هاللبس هالمغربية من ابريز، او رحتي مكان ثاني وشفتي جلابية او شيء تعرفينها من عند فلانة. معروفة مثلا شغلي اللي هو الفخم، يعني حق الاعراس وحق مناسبات وكذا. يوم بتيني البنية تبى مغربية حق مثلا حق ملشتة او حق، انا اعطيها، هي لو ما تكون عارفة فهي تطلع من عندي انها راضية، اعطيها افكار، اعطيها شو اللي لازم ينلبس.
وهالقطعه احنا اللي مسوينها اومبري، قصه القماش اومبري، مشغول بالمغربي، المغربي دخلنا فيه خرز، والقطعه القصه مريحه وسيعه مريحه فيها حشمه، والبنات ممكن يلبسنها في عزايم، هاي خفايف يسمونها خفايف في رمضان وعزايم البنات. حاولت اني اخلي القفطان على شكل فستان بالتول، لان التول هو حاليا دارج، هالقطع دارجه، وخليتها فرانسيس كات. شفتي كيف باف، يعني ممكن باف، تشوفي الاكمام مشغوله بالشواروفسكي كريستالات وتحت، وخليتها قصير عسب انه يبين الكعب، لان الاكسسوارات العروس حاليا يعني هالاشياء اللي الحين دارج. اتمنى ان تصاميمنا يعني تلاقي اعجاب وتنتشر سواء عالميا او داخل الدوله، وتستفيد منها يعني شريحه كبيره من المجتمع ومن سيدات المجتمع الراقيات. ومن عالم الموضة والأزياء بننتقل وياكم لعالم المائدة والطعام وأشهى الأطباق اليومية. اليوم عنا طريقة تحضير وجبة مغذية وطعمها لذيذ وغنية بالبروتين. طبقنا اليوم مع الشيف بلال حتاحت هو الفتة باللحم اللي فيها مكونات عديدة ومتنوعة مثل الطحينة والخبز المحمص والحامض والصنوبر وأكيد طبعا اللحم، وأهم شيء فيها هي طشة السمنة. الحين وياكم مع الشيف بلال حتاحت والفتة باللحم، نتابع. معكم الشيف بلال، الشيف التنفيذي لسلسلة مطاعم زهرة لبنان. بحب أقدم لكم اليوم فتة باللحمة، وهي المكونات تبعاتها. أول شيء زبادي، لبن، طحينة، عصير ليمون فريش، خبز مقلي، في ناس بتحبه يكون محمص بالفرن، حمص مسلوق مع مرقته، رمان للزينة، رمان حب للزينة، بقدونس. ننتقل للبهارات، كمون، سماء، بابريكا حلوة أو حادة حسب الاختيار، وصنوبر مقلي. ننتقل لخطوات التنفيذ. أول شيء رح نطبق نحن صوص الطحينة اللي بتقدم مع الفتة. ناخد حوالي 150 جرام زبادي أو لبن، نخلطه مع 75 جرام طحينة، ويفضل تكون طحينة بيور سمسم مشان يطلع قوام صوص كريمي وطعمه لذيذ. بعدين بنضيف عصير الليمون الفريش حوالي معلقتين، والملح، حسب الرغبة، والثوم كمان المفروم ناعم، أنا حاطه بزيت زيتون، منه بيحافظ على اللون تبعه ومنه إنه بيعطي نكهة لطيفة. بنحط رشة كمون خفيفة، ما منكتر، هي اوبشنال اختياري. نخلطهم بشكل جيد بشكل انه يطلع الصوص كريمي. بهالاثناء نحن بنكون عم نسخن الحمص. الحمص مع المرقة تبعته. مشان نقدم الفتة نحن بنحط بقى الخبز اللي نحن بنقدمه بزهرة لبنان، المقلي المخلوط مع سماء. بعدين بنحط شوية صوص طحينة اللي هو صوص الفتة، ومنقلبه مع الخبز شوية. أول ما يسخن الحمص منضيفه فوق الخبز بدون المية تبعه مشان ما يطرى الخبز،
واثناء التسخين نحن بنضيف له للحمص شويه كمون وشويه بابريكا. هدول كلهم اوبشنال، بس نحن بزهره لبنان بنحب نقدمها بهالطريقه. اول ما يسخن بنضيفه على صحن الفته بشكل انه يغطي كامل الخبز. خلال هالوقت نحن بنكون حمينا الطاسه الثانيه مشان نقلي اللحمه بالسمنه الحيواني. بنضيف السمنه للمقلايه، اول ما تذوب بنضيف للحمه تقريبا معلقه حسب اللي بحب ياخذ الفته، اذا بحبها زياده فات او لو فات. بنغطيها باقي صوص الفته اللي هو طحينه مع الزبادي. بعدين بنضيف اللحمه اللي هي نحن بنستخدمها لحمه غنم فريش، انا متبلها مشان تعطي نكهه اكثر، وحاطط لها شويه زيت زيتون. لازم نحرك اللحمة باستمرار مشان تلون من كافة الجهات. ممكن نشوف اللون شلون بلشت تلون، تعطي هذا اللون الجميل مشان يبين معنا الاستواء تبعها. لازم تتلون كل الأطراف. تمام، أول ما تستوي اللحمة بننزلها على وش الفتة. وبزينها ببقدونس، رشة كمون ورشة بابريكا، واكيد الصنوبر اللي لا غنى عنه على الفته، والسمنه لانه هلا سخنه احلى شيء فيها انه طشه تبعها. بنمسح الطبق واهلا وسهلا وبالهنا وبالشفاء. صحيح مشاهدينا الطبخ كان وايد شهي، بس صار الوقت ان نحرق كل هالسعرات الحراريه، وعشان شي بنصير لفقرتنا القادمه بس بعد الفاصل. تمارين يوميه بسيطه تجعلك رشيقه وتخلصك من الترهلات والسلولايت. فاصل قصير وبرد لكم، تريونا. أعتقد أن من بين أكثر المشاكل اللي تصيب الناس عموماً بمختلف أعمارهم والنساء خصوصاً باعتبارها مشكلة جمالية بالأساس هي مشكلة ترهل الأرداف أو ما يعبر عنها أو يسمى بالسلولايت. لكن في بعض التمارين والحركات البسيطة اللي تساعدنا على التخلص من هذه الترهلات والحفاظ على قوام رشيق، للحديث عن هذه المشكلة وكيفية حلها بالطريقة والأسلوب الأمثل يسعدنا أن نرحب بخبيرة الرياضة والمدربة فاتن بن حسين. يا مرحبا بك فاتن. مرحبا فيك، الله يخليك يا رب. شكرا شرفتينا اليوم، وبندخل مباشرة في الموضوع. خبرينا شو هو السيلولايت؟
تمام. شوفي، السلولايد هو بيكون عبارة عن كتلة من الدهون تحت الجلد. هالكتلة من الدهون راح تضغط على الأنسجة الضامة، هي الرابطة بين العضلات والجلد، فتدفع الجلد لفوق، لكن في نفس الوقت هالأنسجة راح تسحب الجلد لتحت، فراح نشوف لك تجعد في الجلد أو بيكون غير مستوي. شو يعني غير مستوي؟ خلينا نشبهه أكثر مثل قشرة البرتقالة هيك. لهيك أكثرية النساء ما بتكون مرتاحة من الشكل. وهالسلوليت فيه ثلاث مراحل، في المرحلة الأولى اللي هي ما بتبان، ثاني شيء المرحلة الثانية هي لما العضل يكون مشدود بتبان، بس المرحلة الثالثة سواء كان العضل مشدود في حركة أو من غير حركة هو راح يبان، بس هذا المرحلة الثالثة هي أصعب مرحلة للنساء بصفة عامة. إذا مثل ما فهمنا فاتن أن السليلايت هو ممكن نحل مشكلة أو نشد جسمنا أكثر سبب أنه يخفي هالمشكلة، هل يخفيها ولا يحلها بشكل تام؟ شوفي، يخفيها ممكن يقلل منها، لأنه في عوامل كثيرة للسليلايت، فهمتي؟ منها وايد رح نحكي فيه إن شاء الله، لكن يقلل، في كثير وسائل ممكن تقلل ظهور السليلايت في الجسم. إذا شو هاي التمارين اللي ممكن تخلينا نقلل من ظهور السليلايت؟ شوفي، أي تمارين بتكون فيها شد عضلي، ولكن في نفس الوقت ما ننسى إنه لازم ننزل الوزن كمان، لأنه الوزن الزائد بيكون عبارة أو هو العامل الأساسي لوجود السليلايت كمان. فنزول الوزن مع شد العضل بتشد الجسم في نفس الوقت، كما بنعرف إنه الرياضة بتساعد على حركة الدورة الدموية، وهذا راح يسهل أكثر من إخفاء السليلايت. إذا يمكن الحين صار الوقت إنك تورينا تراوينا التمارين. هاي التمرين الأول أشوف. إيه، هذا تمرين السكوات. في كثير طرق للسكوات، بس هذا بيكون أكثر شيء للأرداف من وراء خاصة. نعم. لأنه لما رح ننزل رح نفتح الركب وننزل أكثر شوي، فهيك you will feel more contraction of the muscle. مثل ما نشوف على الشاشة مشاهدينا، هاي الحركة الأولى اللي نسميها بالسكوات مثل ما قلتي. وبس أبا أعرف أنك كم من مرة المفروض نكررها التمرين؟ 15 مرة في ثلاثة بيكون حلوين، وكمان فينا بعدين لما الإنسان يكون يصير متمرس وكل شيء بنزيد الوزن، الوزن ممكن نمسك الوزن في الإيدين وننزل لتحت، فهيك بيصير أكثر. وشو التمرين يعني الثاني؟ التمرين الثاني نقول احنا البريتش. خلونا نشوف التمرين الثاني. هذا التمرين هاي الحركة صعبة، هي تبين سهلة بس انا جربتها صعبة. هذا التمرين بنسميه البريتش، لكن البريتش راح نرفع الرجل لفوق. ليش نرفع الرجل لفوق؟ لانه في هذا التمرين راح we will work on the hamstring مع الارداف من وراء. الهامسترينج اللي هي اي جهة؟ هي هذه الجهة، هي والفخذين والأرداف الاثنين. ومثل ما نشوف ان الايدين لازم يكونوا مثبتين على الارض. هي اوكي. وبالنسبه لهاي الحركه بعد 15 مره في ثلاث، بعد 15 مره كمان بالنسبه لها الحركه في طريقتين، ممكن ننزل لتحت كل يعني جسم يلمس الارض، وفينا بس انه ننزل شوي ونطلع من غير لمس الارض. هذا بس من غير لمس الارض راح تكون اكثر اصعب. انزين، مثلا انت خبرتيني الحين انه 15 مره في ثلاث مرات، بس لشخص مبتدئ عمره ما سوى هاي التمارين من قبل، شو ممكن كيف يبدا او كم من مره بعد 15 مره في ثلاث؟ بعد 15 مره شوفي، اي انسان راح يبتدي في اي تمارين بيبتدي نمبر معين، هذا النمبر اهم شيء هون مو النمبر، الاهم شيء انه التكنيك يكون صح او التمارين يكون صح. فلما هو يروح ب 15 15 في ثلاثة يعني راح كل مره راح في كل مره راح يحسن الوضعيه، كل مره راح يحسن التمرين. بعدين كيف لما دائما لما نضيف عليها الوزن، مثلا فيها تحط الوزن هون على البطن او شيء، هيك بتصير اصعب. والحين صار الوقت نشوف التمرين الثالث. اوكي. صحيح. هذا نفس الشيء البريدج، بس راح يكون على بوكس. هذا ممكن تمرين يتسوى بالبيت عادي جدا، يعني على صوفا او على اي شيء. هذا كمان انه لازم ترفعي، يعني راح تركز اكثر شيء على الارداف. نفس كل شيء. شوفي، بالنسبه للتمارين فيها تعمل 15 12 10،
مثل ما قلتي يمكن تكون لياقة تعبانة شوي، ف حسب أن الواحد وقدرته في البداية وشوي شوي يكون في تحسن أكثر. إذا نحن شفنا ثلاث تمارين، بعد في عنا التمرين الرابع. الرابع أي صح. شوفي في هالتمارين راح نركز أكثر شيء على ثلاث أشياء. فتح الركبتين ماشي مع النزول لتحت. ما ثاني شيء إنه الحركة راح تكون من الحزام ما راح تكون من أسفل الظهر. لأنه لما راح يسويها أي إنسان مبتدئ على الأول راح يركز أكثر شيء على أسفل الظهر، يدفش بأسفل الظهر وهذا مو منيح لأسفل الظهر. فكل العملية راح تكون من الحزام، جسم الحزام for isolating more the muscles. عظيم. يعني هاي التمارين الأربعة أشوف أنها بسيطة لحد ما، وكل واحد لازم يعني يسوي هالحركات حسب مقدرته شوي شوي وبنوصل للهدف. بس كم يبالنا وقت سبت نوصل إلى النتيجة المثالية؟ شوفي النتيجة معتمدة على الإنسان، كم عنده نسبة الدهون، العضل، كل شيء، فما تقدري تحكمي على هذا الشيء، وخاصة إنه إنسان مثل ما قلت لك بيكون مبتدئ على الأول، فأكثر شيء من الأول راح يركز شوي شوي على إنه يشد حيله شوي. تمام؟ بس بعدين بالحركة ومع كمان في عوامل كثير تساعد بعد انه نشيل السالولايت طبعا اكيد. شكرا شكرا فاتن، وان شاء الله بنشوفك بعد في نصائح جديده ومفيده في الحلقات القادمه ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية حلقة اليوم من برنامج استوديو ظفرة الفترة الصباحية، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا ويانا في هذه الحلقة ومع فقراتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا في نفس الوقت ونفس الموعد مع مواضيع جديدة أكيد وفقرات متنوعة. هذه تحية مني ومن فريق العمل، في أمان الرحمن.